السلام عليكم خوتي الاعزاء كنتمنىكم تكونوا مزيانين بخير على خير الان كنتواجدوا شارع عبد الرحمن اليوسفي هاد شارع عبد الرحمن اليوسفي كاين واحد ابارتومون كتباع هنايا يعني. حدا كلينيكات السلام هذا هو الموقع ديالو تقريبا جامع بدر تبعو معايا غادي نصورو نعطيكم كلشي بالديتاي والتفاصيل ما تنساوش تابونوا معنا داخل العمارية العمارة هي هذه العمارة فيها أسانسور ساندق العساس هذه <applause> الدخلة ديال الباركي هذه الدخلة ديال باركي تساوت حالك من هنا باركي هذا بارك هذا باركي يعني سباركي فيما بغيتي واصلا دائما باركي خاو السلام خوتي بارت ما هي هادي اتبعوا معايا غادي ندخل نصوروها وغادي نعطيكم كلشي بالديتاي والتفاصيل العماره كتكون 8 ديال الطبقات بارت ما اللي كتباع كتوجد في الطبق الثاني عندها جوج ديال الواجهات العماره فيها اسانسور محروسه بالكاميرا ديالها والسانديك واللي عنده كذلك شي بارت ما فحال هذه كي يبيع ثمن مناسب يتصل بيا نعملو الوقت ونجي نشوف قلنا ما فيها مية وخمسين متر كتكون ثلاثة ديال البيوت الحمام والطواليت كوزينة كبيرة كطلل على البالكون عندها بارتما عندها جوج ديال البالكونيس كطلل على الشارع كطلل على اتجاه اخر هذا كولوار جا كبير ومتسع العمارة تكون تمنية ديال الطبقات اللي كيتبع فيها الطبق الثاني كل طبقة فيها جوج دبارتمات هذه كوزينة جات كبيرة ومتسعة بلاكاريز ديالها كوزينة كتصافي من بالكون كطلع على اتجاه اخر و الصالون و على الشارع هادي بغيتي تشريها تعملها مشروع النكرة و تسكن فيها كذلك تا هي مرحوة بارت ما جات في موقع رائع حدا كلينيكات السلام قريبا جامعة دباطر جات في وسط المدينة الله يسهل على كل واحد السكنة ديالو كل ما كيتمنى كوزينه كما كي لاحظتوا جات كبيره ومتسعه بارط ما جات مشمشه اليوم على حسب الجو ديال الشتاء الله يرحمنا البيوت بلاكاريز دي بلاكاريز ديالو هنا كنا وسط الدار كنا الصالون كبير ومتسع الصالون وبيت كيطلوا على الشارع البيت كيصافي من بالكو هنايا كاينه بيت هاد البيت كيطل من البالكون كيما قلت لكم بيت ببلاكاريز ديالو كيما لاحظتم معايا بارتما مصلوحه ونقيه جات في موقع رائع بالبَاركِ ديالا هذا كان بيت السيد رجعوا مقعد و الا بغيتي ترجعوا بيت كترجعوا بيت طلع له من الشمال ومن اليمين وكتعمل باب في الوسط كيرجع عندك ثلاثه بيوت هنا كاين الصالون كبير ومتسع كيطل كي على الشارع صالة مزيونة فيها هناك هنا كاين التواليت فيها التواليت و الحمام حدا بعطيتو التواليت هنا كاين الحمام حمام بانيرا ديالو و داير الصالون الصالونو بيسكيط على الشارع هذا بيت الثالث هذا بيت ثالث كيصافين بالكون يعني الصاله و بيسكيط على الشارع جوج البيت فيهم بلاكاريس ديال الملابس اللي بغا يشوفها نعملو موعد و تلقى واحد كلينيكا ديال السلام ومرحبا دخل تشوف ما ونلاقيك مع مولاها وتفاهم الثمن ديال اخوتي الاعزاء 9600 درهم للمتر 9600 درهم للمتر كتضربها في 150 متر كتعطيك 144 مليون كما قلت لكم بارت ما موقع رائع جات في وسط المدينه قريبا جامع بدر حدا كلينيكا ديال السلام هذا الشارع كيسميوه عبد الرحمن اليوسفي ما عندها جوج ديال الواجهات الواجهه كطلع على الشارع الواجهه كطلع لاتجاه اخر قلنا مساحه 150 متر بارطما كتكون ثلاثه ديال البيوت طواليط الحمام كوزينة كبيرة ومتسعة متسعة و جوج ديال البالكونيس كبير و متسع وسط الدار بارت ما بارت ما عندها كراج والعمارة فيها السنسور محروسة بكاميرات ديالها و كما قلت لكم الله يجازيكم بخير يعني اللي غيشري هو اللي يجي مشي هذا كي هذا شكون الامور مضبوطه الله يجازيكم بخير ونعطيكم معلومات كامله مكمله اللي حتى شي معلومه يدخل عندي الواتساب سقسين عليها وانا نجاوب كما قلت لكم هذا كان بيت السيد رجعوا مقعد بغيتي ترجعوا بيت كترجعوا بيت كيصدقوا عندك ثلاثه ديال البيت ولا عنده شي بارتمان مزيونه ونقيه في حال هيدا نعملو موعد ونجي نشوف الله يسال على كل واحد في السكنه ديالو كل ما كيتمنى كي كما لاحظتوا معايا بارتمان نقيه العماره فيها تمنية ديال الطبقات كل طبقه فيها جوج ديبارتمانات اللي كيجبر الخدم مشغول دخل عندي غير الواتساب قول لي شنو شنو اللي باغي تقول لي وانا غادي نجاوبك هذا هو الشارع ديالها يعني العماره جات في موقع رائع هذه ماشي العماره قديمه انا عندها واحد عشر سنين مشت تبنات هذا شارع عبد الرحمن اليوسفي جامع عبد بدر قريبه يعني كنا تسامن 144 مليون يعني 150 متر كدربة في 9600 درهم للمتر المتر تسع من 144 مليون